محمد علي مرحبا بك على اسبيرونس وتونس بونيت. انتصار مهم اليوم للترجي ضد فتيت الزيت، مباراة ما كانت سهلة برشا كما لينا، أما زادة في المقابل ما كانت صعيبة برشا. والله صحيح ساقيت زيت توا ربحتنا في الفاز هذي وربحت إدوال وربحت برشا كيفات باهين، دونك تلعب حتى هي على البلاي أوف. دونك حضرنا اليوم كما يلزم، ماتش امبورتون لازمنا نربحوه اليوم والحمد لله توفقنا. الونتا نتاعنا اليوم كانت باهية، خذينا ليكار بسانك بوان، قعدنا نجريو في الماتش، قعدنا سوليد أكثر في الديفونس، ماركينا الكور اللي لازم يتماركي والحمد لله يا ربي انتصرنا اليوم. أمبا إن شاء الله مازالوا لي ماتش امبورتون، مازال عندنا ماتش طوال، مازال عندنا ديربي باش ندخلوا أكثر إن شاء الله، لازم نربحوا باش ندخلوا أكثر أوفر حدود باش في فاز بلاي أوف تكون أسهل إن شاء الله. عندكم ديبلاسمون نهار الأربعاء المهدية؟ لا مش نهار الأربعاء، نهار السبت. عندنا ديبلاسمون نهار السبت المهدية، كيف كيف زاد المهدية تنجم تكون في البلاي أوف، دونك ما عندنا حتى خيار إلا كنا باش نربحوا. عندنا جمعة كاملة هذه، قلت لك نهار السبت نلعبوا، عندنا جمعة كاملة إن شاء الله نحضروا فيها كما يلزم باش نكونوا حاضرين نهار السبت إن شاء الله.